طبعا احنا قاعدين في خيامنا الخيام ومبسوطين. جانا امر اخلاء من الجيش الاسرائيلي، هذه تاسع مره احنا بنخلي اتبهدلنا وتمرطنا وانذبحنا، ما حدش يدور علينا، دبتوا معنا بكفي، احنا بضلش فينا غير نروح نقول اللي هو طخون عشان نتريح، شوفوا لنا حل ابدا. احنا والله نازلين من البريج وجانا يعني ما يشير عليكم اخلاء البريج، فهذا طبعا هو حالنا وحال كل الناس وحال الشعب الفلسطيني كله للاسف الشديد. فاين طلعنا من البريج نازلين على منطقه ثانيه قد تكون امان، وانا اشك في ذلك.